أهلا حياة، منيح إنك تذكرتي مكتبي والله، عم تفاجئيني. تفضلي ارتاحي. ما رح تقول الحقيقة لمراد. معناتها أنت تأكدتي وعرفتي إني كنت عم بحكي الحقيقة. أنا ما عندي مشكلة، الزلمة طول بعرض أكيد بيقدر يتخطى القصة. اسمعيني منيح حياة، بلي بعرضي وأنا ما رح جيب سيرة لمراد. ما فشرت. عم تغلطي حياة، بهالطريقة رح تقضي على مراد. لا تقرب مني ولا أكيد ما رح ألمسك، ما هيك حياة؟ يا حياة، امبارح سكين واليوم مسدس. عال نزلي لشوف. اهلا وسهلا مراد بك. حياة بمكتبي؟ لا، سألتني عن عمار بيك، يمكن هي بمكتبه. أبصر، أنا ممكن أقتلك عمار. قول شو بعمل معك؟ بدك أركع تحت رجليك مثلا؟ بدك أترشاك؟ إذا هو صار له شي أنا بموت. عم تفهم علي؟ بقتل حالي. هالزناد، نحن الاثنين بنعرف انه ما رح تضغطي عليه. بعدين انا قلت لك اشتغلي معي لحتى ينتهي كل هذا العذاب، ما في غير هذا الحل وبس يا حياة. انا فهمت، قلت لي حل واحد بس. حياة بلا حكي فاضي ونزل المسدس. ما دخلك هالكابوس، انا رح انهي. انا تعبت، لما انا رح اموت رح ينتهي هالكابوس. حياة بترجاكي نزلي هالمسدس. حاش تخبيص، لما أنا بموت رح تترك مراد بحاله، رح تتركه بحاله. إيه، كل شي رح يخلص. لما أنا موت رح يخلص. حياة إيدي، Thank you.
حياة 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 شبك، شو صار لك؟ حياة 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 حياة